مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالبات الأحباء، طلاب الصف السادس الأساسي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ودرس جديد في مادة الدراسات الاجتماعية. اليوم إن شاء الله دراستنا في درس يتحدث عن القيم الإسلامية، درس الصدق والأمانة. الصدق والأمانة تؤكد تعاليم الإسلام على إعداد المواطن الصالح، كما تؤكد أيضا على ضرورة بناء الأخلاق الفردي وتشجيعه على تكوين وممارسة السلوكيات الاجتماعية الحميدة ليحافظ على استقرار حياته وحياة مجتمعه وليساعد على تقدمه ورقيه. فالصدق والأمانة هما من صفات المواطن الصالح، ويتطلب هذا مثلا الصدق في التعليم والتعلم وفي العمل والتعامل مع الآخرين. فالتعلم أمانة يؤديها المعلم إلى الطالب أو المهني إلى المتدرب، وذلك بالحرص على نقل المعلومات أو المهنة بوضوح وعلى أحسن وجه. من خلال هذه الفقرة التي قرأتها معكم الآن، هذه الفقرة تتحدث عن رائعين الصدق والأمانة، إنها تتحدث عن الصدق والأمانة. هل الصدق والأمانة صفات من صفات الدين الإسلامي؟ ممتازين، أجل، إنها صفة مهمة جدا، صفة مهمة جدا لكل إنسان صالح، أحسنتم، كما سموه في درسنا. إذن من خلال ما قرأناه الآن، ما معنى المواطن الصالح أو الإنسان الصالح؟ أحسنتم، الإنسان الصالح هو الشخص الذي يعمل بالقيم الإسلامية. إذن كما وضحوا لنا هنا في هذه الفقرة مثال أن الصدق جدا مهم والأمانة أيضا مهمة. كمثال في التعليم، يجب أن يكون المعلم صادق مع طلابه، ممتازين، أي أن يعطيهم كل المعلومات، أليس كذلك؟ بمثال، إذا سأل طالب سؤال حتى وإن كان هذا السؤال في الدرس ولكن من فكرة أو هدف بعيد قليلا، هل يقوم المعلم برفض هذا السؤال أم يقبل السؤال ويتناقش معه الطالب فيه في فترة زمنية محددة؟ نعم، يتناقش معه، هذا صدق. يجب أن يكون المعلم صادق مع الطالب، كذلك يكون المتعلم أو الطالب صادق مع المعلم. أيضا في العمل، يجب أن يكون كل فرد في عمله صادق مع أقرانه أو أصدقائه أو زملائه. فالصدق والأمانة تجعل من المجتمع مجتمع متقدم وراقي، وأيضا يكون متحد. لدينا الآن نشاط واحد، اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. واحد، تؤكد مبادئ التربية الأسرية والمدرسية على إعداد المواطن السيء أم الصالح؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، إنه المواطن الصالح. اثنان، تؤكد تعاليم الإسلام على ضرورة بناء السلوكيات الاجتماعية الحميدة أم الفاسدة؟ يا ترى تعاليم الإسلام تؤكد علينا تعليم المجتمع السلوكيات الحميدة أم الفاسدة؟ هيا يا أبطال، هيا يا ذكيات، رائعين، الحميدة. ثلاثة، الأمانة والصدق في التعليم أن يحرص المعلم على نقل المعلومات لتلاميذه بصورة صحيحة أو خاطئة. أنا كمعلم يجب أن أنقل لكم المعلومة بشكل صحيح أم بشكل خاطئ؟ بشكل صحيح، ممتازين، وبذلك أكون أنا قد لبيت الصدق والأمانة في مهنتي. حسناً، فلنقرأ معاً فقرة تعلم. وفقرة تعلم كما نعلم إنها فقرة جداً مهمة. أولاً يقول أن الصدق هو أن يتطابق القول مع الفعل والواقع. كمثال، ذهبت أنا إلى العمل فسألتني مديرة المدرسة لماذا تأخرت اليوم أستاذة؟ فأقول لها لقد صادفت حادثا في الطريق، ولكن في الحقيقة بأني لم أصادف حادثا في الطريق، وإنما استيقظت من النوم متأخرة. هل هذا يعتبر صدق؟
أم كذب؟ أحسنتم، إنه كذب. وهل هذا يجوز؟ بالطبيعة لا، رائعين. إذن كان من المفترض أن أقول أعتذر يا أستاذة، فلقد غفلت عن موعد استيقاظي اليومي، وبالتالي أكون قد صدقت في قولي وفي فعلي. أنا بالفعل استيقظت متأخرة ولم أكذب، وإنما قلت الحقيقة. إثنان، ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحث على الصدق والأمانة. هل ورد في القرآن الكريم آيات تحث على الصدق والأمانة؟ نعم كثيرا أحبتي، وسنبقى بعد قليل بعض هذه الآيات. أيضا على الفرد أن يكون صادقا مع نفسه ووالديه ومعلمه وأصدقائه. بمعنى أحمد لا يكون صادق مع نفسه فقط وكاذب مع أقرانه ومع أسرته ومع معلمه، ولا يجوز أن يكون صادق مع المعلم ويكذب على نفسه ويكذب على أصدقائه أو أقرانه وعلى أسرته. لابد أن يكون الإنسان صادقا مع كل شيء، الأسرة، المعلم، الأقران أو الأصدقاء. وقبل هذا كله يجب أن يكون الإنسان صادق مع نفسه، فإن أصبح الإنسان صادقا مع نفسه يصبح مباشرة صادق مع كل من حوله. معنى نشاط 4، يطلب مننا نشاط رقم 4 أن أكتب لفظ صادق أو كاذب بين القوسين أمام العبارات أو السلوكيات التي تعبر عنه. 1، يقول الطالب الحقيقة لوالده ومعلمه، فهل هو صادق أو كاذب؟ بارك الله فيكم أحبتي، إنه صادق. 2، ادعاء شخص بأنه يعرف القراءة والكتابة وهو أمي. سيتساءل البعض، ما معنى أمي أستاذة؟ أمي يقصد بها الشخص الذي لا يقدر أو لا يتقن القراءة والكتابة. هل هو صادق أم كاذب؟ ممتاز، إنه كاذب. حسناً، 3، معاملة الفرد للآخرين بما يرضاه ويحبه لنفسه، هل هو صادق أم كاذب؟ صادق، ممتاز ممتاز. 4، ادعاء الطالب المرض للتغيب من المدرسة وهو ليس كذلك، فهل هو صادق أم كاذب؟ رائع، إنه كاذب للأسف. 5، زعم شخص بأنه متخصص في الطب وهو لا يحمل أي شهادة جامعية، فهل هو صادق أم كاذب؟ بالطبع كاذب. 6، أصدر سعيد صوتا في الصف، وعندما سأله المعلم في من فعل ذلك قال أحمد، هل هو صادق أم كاذب؟ كاذب أم صادق؟ فكروا، أصدر سعيد صوتا وعندما سأله المعلم قال أحمد من فعل ذلك؟ أحسنتم، إنه كاذب. الصدق يحدد شخصية الإنسان، حيث أن الصادق يتسم بصفات كثيرة، أهمها أنه أمين، لا ينكر ما هو مؤتمن عليه، واثق بنفسه، وقوي النفس وشريف، لأنه يكره أن يراه الناس على غير صفة الصدق، ومحترم لنفسه لأنه لا يحب أن يكون موضع إهانة على ألسنة الناس لو قيل عنه أنه كاذب، وهو شجاع لأنه يستطيع مواجهة الغير بالحقائق، وهو أخيرا من الصادقين الذين يحبهم الله تعالى. إذا من خلال هذه الفقرة نقدر أن نستنتج بأن الشخص الذي يتميز بصفة الصدق، الصفة التي ما أجملها أن نتميز جميعا بها، يمكنه أيضا أن يتميز بصفات أخرى كثيرة كالثقة بالنفس وقوي الشخصية، أيضا لديه الشرف، قوة الشرف، أيضا لديه الاحترام لنفسه. هذه الصفات كلها تجعله شخص قوي، صاحب شخصية مميزة. إضافة إلى هذه الصفات الكثيرة الجميلة،
التي تجعله مميزا في المجتمع. أيضا أضيف إليها صفة أخرى مهمة ومميزة، وهي حب الله تعالى له. لدينا الآن نشاط، أناقش مجموعة المقولة التالية: الصدق فضيلة والكذب رذيلة، مع ضرب أمثلة على ذلك. حسناً، سأنتظر من كل طالب فيكم، انتبهوا، سأنتظر من كل واحد فيكم أن يرسل لي مقطع فيديو مسجل يضرب فيه مثال للفضيلة ومثال للكذب. حسناً، وأنا الآن سأعطيكم مثال. كمثال: إن الصدق فضيلة. أحمد ذهب إلى المدرسة ولم يكتب الواجب، فسأله المعلم: لماذا يا أحمد لم تكتب الواجب؟ فقال له: اعذرني معلمي، ولكني نسيت أن أكتب الواجب، فأتقبل منك أي عقاب يفرض علي لعدم أداء واجبي. فيقول له المعلم: لا بأس يا أحمد، ولكن في المرة القادمة إن شاء الله حاول ألا تنسى حل الواجب. هل كان صادقا؟ نعم. هل قدم له المعلم عقاب على صدقه؟ لا، وإنما قال له أنه سيسامحه وسيترك له فرصة أخرى للتعويض عن هذا. بالنسبة للكذب رذيلة، الكذب رذيلة. كمثال: محمد في نفس صف أحمد، فذهب إلى المدرسة ولم يكتب أيضا الواجب، فسأله المعلم: يا محمد، لماذا لم تكتب الواجب؟ فيجيب عليه محمد قائلا: لقد كنت مريضا بالأمس أستاذ. بعد قليل يقول له المعلم: يا محمد، هل تشعر بحمى؟ فيرد محمد: لماذا يا أستاذ أشعر بحمى؟ أنا بخير. ألست مريضا في الأمس يا محمد؟ أنا؟ لا، لم أكن مريض. أها، ولكن يا محمد، منذ قليل أنت قلت بأنك كنت مريضا بالأمس ولهذا لم تكتب الواجب. فيقول محمد: نعم، أجل أستاذ، كنت مريض فلم أكتب الواجب. فهنا يحزن المعلم ويفرض عقوبة على الطالب محمد. إذن الكذب عادة يأخذ الإنسان إلى منحدر غير جيد، وعادة ما تنتهي بالمشكلات. أما الصدق فعادة يكون العامل المنجي للإنسان. إذن أتمنى منكم أن تبتعدوا نهائياً عن الكذب وتتبعوا الصدق. الأمانة صفة من صفات المواطن الصالح والتي أوجبها الإسلام، ولذلك ورد في مواضع عدة من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مرة أخرى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حسنا أستاذة، ولكنه هنا ذكر الأمانة ولم يذكر الصدق. لحظة واحدة، أليس من صفات الإنسان الصادق أن يكون إنسان أمين؟ أحسنتم. إذن الأمانة والصدق وجهان لعملة واحدة، أي أن الشخص الذي يتميز بالصدق يجب أن يتميز بالأمانة. أما الإنسان الذي لا يتميز بالصدق ويعتبر كاذبا، فتأكدوا أن ليس لديه أمانة لأنه يكذب. فلا يمكن أن يكون الإنسان الكاذب يستطيع أن يحفظ أمانة الناس. فهمتم؟ أما الشخص الصادق فهو الشخص الذي يحفظ الأمانات. الأمانة هي حفظ حقوق الناس من أقوال وأسرار وودائع وأموال، إذا ليست أموالا فقط. مثال: أعطت فاطمة سعاد مبلغ من المال وطلبت منها الاحتفاظ به، وبعد 4 سنوات عادت فاطمة وأخبرت سعاد: أين أموالي التي أعطيتك إياها؟ فتقوم سعاد بإخراج المبلغ وإعطائه لفاطمة. هذه أمانة في المال. كمثال: محمد ذهب لأحمد وأخبره سر عن نفسه، فذهب أحمد وقام بإبلاغ كل زملائه عن ذلك السر، هل هذا حفظ للأمانة؟ بالطبع لا. إذن الأمانة ليست فقط في الأموال أو في الممتلكات،
وإنما أيضا قد تكون أسرار، أقوال، أموال، ودائع. إذن الأمانات لها أشكال مختلفة. إن قدوتنا في حفظ الأمانة والتخلق بها هو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد كان يلقب بالصادق الأمين. إذن بماذا كان يلقب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ممتاز، بالصادق الأمين. لماذا لقب الرسول بهذا اللقب؟ لأنه صادق وأمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما صادق مع الناس حتى قبل أن يظهر الإسلام بشكل واضح وينتشر بشكل كبير في عصر في 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 قريش. كان أهل قريش يأتمنون الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يصدقونه، وكانوا هم من لقبوه بالصادق الأمين لأنه لم يكذب عليهم نهائيا، وأيضا لم يخن أي أمانة. نشاط 6، بالرجوع إلى مصادر التعلم، أبحث في كتب السيرة النبوية عن سبب تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. حسناً، أنا أعطيتكم الآن فكرة، يمكنكم البحث على مواقع الإنترنت، قد تجدون بعض الفيديوهات وأيضاً قد تجدون بعض المعلومات التي تزودكم بمعلومات أكثر عن سبب تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. باء، أكمل الفراغ في العبارة الآتية: 1، الأمانة هي حفظ حقوق، ممتاز، الناس. 2، قدوتنا في الأمانة والتخلق بها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم. فلنأخذ مثال: ذهبت منى إلى البنك لسحب بعض النقود، فقابلت المحاسب المسؤول وحيته، ثم طلبت إليه سحب مبلغ قدره 400 ريال عماني. وأثناء سحب المحاسب للنقود أضاف خطأ 100 ريال، فأصبح المبلغ المحسوب كم؟ 500. إذن منى كانت تريد 400، ولكن عندما ذهب المحاسب لسحب الأموال سحب 500. حسنا، بسبب ازدحام البنك بالمراجعين لم تتمكن منى من عد النقود التي استلمتها، فأدخلتها في محفظتها، واكتشفت في المنزل بأن المبلغ الذي أعطي لها هو 500 ريال بدلا من 400 ريال. فرجعت إلى البنك مسرعة وأعطت المبلغ الزائد إلى المحاسب، ففرح وأدخل تصرفها السرور إلى بقية موظفي البنك فشكروها على أمانتها. حسنا، فنحل الآن هذا النشاط معا. نشاط 7، 1، اكتب عنوانا لهذه القصة. عنوان، اتكل عنوان، هيا يا أبطال، يا ذكيات. يمكن أن نقول منى الأمينة، ويمكن أيضا أن تعطوا أي عنوان آخر يناسبكم أو يشعركم بالسعادة. حسنا، 2، كيف تصرفت منى بعد أن اكتشفت الزيادة في المبلغ المسحوب من البنك؟ هل تؤيد تصرفها أم تعارضه؟ ولماذا؟ يعني هل تؤيد؟ نعم أؤيد، والسبب، أو أعارض والسبب؟ هيا فكروا، هل كان تصرفها صائب أم تصرفها خاطئ؟ نعم مؤيد، لأنها كانت أمينة وأعادت المبلغ الزائد، وهذه هي الصفات التي يجب أن يتزن بها المسلمون. 3، أناقش مجموعتي أهمية تصرف الآخرين في المجتمع كما تصرفت منى مع محاسب البنك. هل طريقة التصرف هذه مهمة؟ نعم نعم أحبتي رائعين، إنه مهم جدا. فإن تصف المجتمع كله بهذه الصفة، أنهم يكونوا صادقين وأمينين على الأمانات التي تكون معهم، فلن يوجد هنالك أي مشكلات في مجتمعنا. فالمجتمع الصادق الأمين هو المجتمع الذي فعلا يخلو منه المشكلات. فنرى، أتعلم للأمانة صور وأشكال عدة، منها أداء ما فرضه الله علينا. إذن 1، أداء الفريضة. أداء الفريضة مثل الصلاة والصوم والزكاة، هذه أمانة، أمانة علينا أن نصلي، أن نصوم، وأن نزكي.
إذن هذه واحدة من أشكال الأمانة أيضاً. اثنان، المحافظة على أسرار الأسرة وأموالها وممتلكاتها، بمعنى أن لا أقوم بإخراج أسرار أسرتي ولا إخراج أموالها ولا ممتلكاتها للناس. هذه أمانة يجب أن أحافظ عليها. ثلاثة، المحافظة على الخدمات التي تقدمها الدولة لنا. ذهبت منى إلى الحديقة فاقتطفت الأوراق الورود الموجودة فيها والأزهار الموجودة فيها. إذن هنا هل خانت الأمانة؟ نعم خانت الأمانة، يجب أن تحافظ عليها، وأنتم أيضا يجب أن تحافظوا على الممتلكات العامة لأنها أمانة. المحافظة على ما في مدرستنا من أثاث وأجهزة وكتب، لا يجب أن نخرب طاولاتنا أو نقوم بإتلاف المقاعد أو إتلاف الكتب أو إتلاف الطاولات الخاصة بالمعلمين. هذه الأشياء كلها وكل مرافق المدرسة هي أدوات عامة لنا جميعا، ويجب علينا أن نقوم بالمحافظة عليها، لا يجب أن نمسها بضرر لأن هذه أمانة، وأنتم يجب أن تتصفون بالأمانة لأنكم مسلمون، أنتم أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن تحافظوا عليها، تهتموا بها، تتصفون بصفاته. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل تصرف كهذا، فلا بد أن نحافظ عليها. خمسة، المحافظة على الودائع والأمانات كالأموال وغيرها وردها إلى أصحابها. إن أعطاك زميلك قلم فلا بد أن ترده له لأنها أمانة. إن أعطاك قدرا من المال يجب أن ترده إليه لأنها أمانة. حسنا، أحسنتم أحبتي. الواجب إن شاء الله سيكون نشاط رقم 2، وهو بالتعاون مع أسرتي استخرج من القرآن الكريم بعض الآيات التي تحث على الصدق، ومن كتب الحديث الشريف بعض الأحاديث التي تحث على الأمانة. إن شاء الله أنتظر منكم على الأقل آيتان وحديث يحثون على الصدق وعلى الأمانة. بارك الله فيكم طلابي وأحبتي، أراكم إن شاء الله في لقاء قريب. إلى اللقاء.